أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، ونبدأها كالعادة بالعناوين. بعد وقوف طويل في شوارع صنعاء، عدد من أمهات المعتقلين يلتقين المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ. إغلاق عدد من المحطات والآبار الجوفية خوفا من الكوليرا. صيانة بوابات وحواجز سد مارب بعد 20 عاما من توقفها. قراصنة صوماليون يختطفون سفينة صيد إيرانية لاستخدامها في مهمات أكبر. أهلا بكم. تصدرت المجازر التي ترتكبها ميليشيا الحوثي في حق المدنيين بتعز صفحات المواقع الأخبارية اليمنية، حيث نقل موقع المصدر أونلاين معلومات عن مصادره الخاصة قالت إن الحوثيين المتمركزين في الحبان والستين شرقية وشمالية المدينة قصفوا بقذائف الهاون والهاوزر أحياء الضبوعة والحرية وباب موسى وسط وشرقية المدينة. وأضافت المصادر قذيفة سقطت على حي الضبوعة وأدى القصف لسقوط قتلى وجرحى، وعند تجمع الأهالي لإنقاذهم سقطت قذيفة أخرى في ذات الموقع. وتابعت المصادر 3 قذائف سقطت على حي الحرية المجاور لحي الضبوعة، وبالتزامن مع القصف على الأحياء السكنية تتواصل المعارك العنيفة بين القوات الحكومية والمقاومة من جهة والحوثيين وقوات صالح من جهة أخرى شرقية وغربية المدينة. وفقا لموقع الاشتراك نت، فقد التقى المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بوفد من أمهات المختطفين للمرة الثانية بعد اللقاء الذي أجري في أكتوبر الماضي في صنعاء. وطبقا للموقع، فقد سلم الوفد رسالة من أمهات المختطفين لولد الشيخ أحمد تطالبه بالضغط على ميليشيات صالح والحوثي لإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفين قصرا من سجون الميليشيات دون قيد أو شرط. وأكد الوفد في رسالته التي قدمها للمبعوث الأممي إن وضع المختطفين يزداد سوءا يوما بعد آخر في معتقلات الميليشيات، وإن بعضهم يقتل تحت وطأة التعذيب، وآخرون يصابون بالأمراض المزمنة ولا أحد ينقذ حياتهم، فيما الجميع يتعرض لإهمال الصحي المتعمد داخل السجون. كما التقى الوفد والممثل عن رابطة أمهات المختطفين نائبة ولد الشيخ وشرح لها المعاناة التي يتعرض لها المختطفون والمخفيون قصرا في سجون ميليشيات صالح والحوثي. محاولة اغتيال التاريخ. تحت هذا العنوان كتب موسى عبد الله قاسم مقاله المنشور في موقع الموقع بوست، طارحا وجهة نظره المستندة إلى التاريخ. وقال في أجزاء من المقال: لم تكن الوحدة اليمنية لمشامل خيارا أو اختبارا صعبا للأمة اليمنية، بل قدرها المحتوم. هذه الأمة العريقة مزقتها الأطماع السياسية والمشاريع الشعبوية بفعل الدخلاء عليها والطارئين على حياتها المجتمعية، الذين رضعوا من فكر الغزاة التقسيمي والتقزيمي، وعملوا ويعملون بكل دأب على الصناع جغرافية جديدة ودفعها لاغتيال التاريخ. الوحدة في مفهومها البسيط هي الجمع بين ثقافات وأعراق ولغات مختلفة وكيانات ممزقة لا يربطها تاريخ مشترك ولا هوية واحدة، ومن ثم صهرها في بوتقة واحدة ومنظومة واحدة في سبيل التخلص من الضعف والشتات وإيجاد قواسم مشتركة بينها تسمح لها بالعيش المشترك والعمل المشترك والانطلاق نحو المستقبل برؤية جمعية واحدية مشتركة. بعد ثورتي سبتمبر وأكتوبر وتحرر اليمن من الاستبداد شمالا والاستعمار جنوبا، بدأ الشعور الوطني النبيل في السعي إلى لم الشمل اليمني وإصلاح وتصحيح البيت اليمني الواحد، ولم يكن ذلك السعي إلا تعبيرا عن واحدية اليمن شعبا وأرضا وتاريخا وحضارة، إذ كان الشهيد فيصل عبد اللطيف السياسي الفطن أكثر الشخصيات اليمنية توقا للم شمل البيت اليمني وتصحيح ما خرب منه جراء تضاريس سياسة المحتلين الذين حفروا أخاديد الفرقة والشتات بين أبناء العمومة والدم والأصل الواحد. أطفال السياسة اليوم شمالا وجنوبا الجاهلون بماضيهم والمتنكرون له يحاولون رسم حدود جغرافية متعددة
للأرض الواحدة والعائلة الواحدة في محاولة تقسيمية يائسة وبائسة للاستعانة بالجغرافيا الطارئة بهدف اغتيال التاريخ اليمني الجامع. ولم يدركوا أن الطارئين على الحكم والسياسة وعلى اليمن قبلاً لا يمكنهم شق قلب أمة واحدة وفصل جزئه الأيسر عن يمينه بمباضع رواسب الماضي الاستعماري ومطامع الجدد. قال مسؤول في الهيئة العامة للمواد المائية بصنعاء التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي وصالح في تصريح خاص ليمن مونيتور أنه تم إغلاق 9 آبار اشتبهوا باحتوائها على بكتيريا تتسبب بالكوليرا وإغلاق 54 محطة مياه تتبع مستثمرين محليين. وأفاد بشير أحمد نعمان أنه تم أخذ العديد من العينات لهذه الآبار ومن المحطات المائية المنتشرة في صنعاء، وتم اكتشاف وجود بكتيريا في 9 آبار وخلو 29 بئر من البكتيريا، وذلك يرجع لعدم تطبيق الشروط الصحية. وأشار إلى إغلاق 54 محطة لمياه الشرب وخلو 86 محطة من البكتيريا، ويرجع ذلك إلى تلوث هذه المحطات وعدم تطبيق إجراءات السلامة. صحيفة 26 من سبتمبر أوردت تقريرا عن سد مأرب الشهير، قارنت فيه بين تعامل السلطة الشرعية الحالية والنظام السابق. عن هذا المنجز يقول التقرير: سلطة اليوم ليست سلطة الأمس الغاشمة، فقد دشن مكتب الزراعة والري برنامجا لصيانة القنوات الرئيسية وبوابة التصريف، ويبلغ طول القنوات الرئيسية 50 كيلومتر من الخرسانة المسلحة والتي تعمل على تصريف المياه المجتمعة في السد. وزود السد عند إعادة إنشائه بأجهزة قياس حديثة تقوم بمهام مختلفة لضمان عدم حدوث أي كوارث. وأوضح الموقع: تقام عملية الصيانة هذه بعد 20 عاما من الإهمال للبوابة الرئيسية التي تفتح بدقة لتسمح بمرور الماء بمقياس محدد هو 35 متر مكعب في الثانية. وقال مدير مكتب الزراعة والري المهندس سيف الولص إن تدشين هذه العملية يأتي متأخرا، خاصة بعد الإهمال الذي تركت فيه منذ 20 عاما ما تسبب بحدوث تسرب. ويضيف مدير مكتب الزراعة: السد يعاني من مشاكل عدة أبرزها تراكم الرواسب التي تقلل من عمره الافتراضي والتي أصبحت تمثل 70 مليون متر مكعب من سعة السد. وعن عمليات الصيانة التي كانت الحكومة السابقة قد أوقفتها، يقول الولص إنه ينبغي أن تتم عملية الصيانة هذه على كل 10 سنوات، لكن الإدارات المتعاقبة على مكتب الزراعة وبإعاز من سلطات النظام الفاسد لم تلتفت للقيام بهذا منذ 20 عاما، وهو ما يهدد بكارثة ما زال خطرها قائما إن لم يكتمل برنامج الصيانة. خطوة واحدة بمقدورها إيقاف الحرب، تحت هذا العنوان كتب مروان الغفوري مقاله المنشور في موقع الجزيرة نت، وقال في أجزاء من المقال: إذا خرج عبد الملك الحوثي هذه الليلة وأعلن انسحاب مقاتليه من كل المدن واستعداده للانخراط في السياسة، فإن الحرب ستتوقف وسيعود اليمنيون شعبا واحدا من جديد. سيعمل التاريخ والأيام على ترميم الجرح الاجتماعي، وسيتعافى الوطن شيئا فشيئا، ويوما ما سيصبح كل هذا الخراب ماضيا سحيقا. لن يقدم الحوثي على هذه الخطوة نظرا لمتتالية من الأسباب يمكن تخمين أغلبها. ثمة قطاع كبير من الشعب اليمني في الشمال لا يزال يمد الحوثي بالمقاتلين والمال. المعنى النهائي لذلك الفعل هو مزيد من السير في طريق الآلام. انخراط الحوثيين في السياسة سيعمل على إحياء السياسة وسيحفز مزيدا من الظواهر المدنية للتعبير عن نفسها. في العالم المليء بالسلاح والنظريات الأمنية، فإن الركون إلى السلاح لن يجر سوى إلى انتعاش سوق السلاح والحروب الصغيرة. اعتقد الحوثيون لوهلة أن بمقدورهم، وقد حصلوا على ولاء الجيش القبلي، السيطرة على اليمن. الآن يدركون أنهم وقعوا في سوء تقدير تاريخي، وأن المقابر التي حفروها في الجهة التي يسيطرون عليها صارت أكثر من تلك التي حفرها خصومهم. أسوأ من ذلك، فهم يقاتلون حالياً بلا وجهة ولا مشروع، ولم يعودوا قادرين على إدراك الممكن والمستحيل في الحرب، ولا تعريف النصر أو الهزيمة. يأملون أن تنسحب الدول العربية من المعركة ليعاودوا الكرة.
في الواقع هم لم يتركوا لخصومهم من خيارات بديلة سوى الحرب منذ اللحظة التي انطلقت فيها المقاومة المسلحة، ثم اللحظة الثانية التي تدخلت فيها الدول العربية عسكرياً كانت الخسارات العسكرية والميدانية اليومية هي ما بقي للحوثيين. وبإمكان ذلك كل ذلك أن يتوقف فجأة ثم على نحو دائم، فيما لو أعلن الحوثيون مغادرتهم للحرب والسلاح معاً واستعدادهم للانخراط في السياسة كحل وبديل وطريق، بالمقدور وضع حد للحرب في اليمن وإنقاذ ما بقي من سمعة الأمة اليمنية وأحلامها وتاريخها. نظم ناشطون وقفة احتجاجية على أضواء الشموع في ساحة العروض بخور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن، تعبيراً عن استيائهم من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في المدينة. وفقاً لموقع عدن تايم، والذي قال إنه إلى جانب الشموع رفع المشاركون في الوقفة لافتات كتبت عليها عبارات تندد بتدهور خدمة الكهرباء وتزايد ساعات انقطاع التيار الكهربائي، خصوصا مع شداد حرارة الصيف. وناشد المشاركون الحكومة الشرعية إنهاء معاناة سكان عدن والوفاء بوعودها في أن يكون صيف هذا العام صيفا باردا. وقال المحامي أحمد فيصل رئيس بيت العدالة الإنسانية وأحد المشاركين إن الوقفة ناجحة، فقد ضمت عددا كبيرا من نشطاء المجتمع المدني وعددا من القيادات الجنوبية البارزة والإعلاميين والصحفيين والقنوات الفضائية. وقد نشر موقع عدن تايم عددا من الصور للمحتجين، تعالوا لنتابعها. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. صحيفة العربي الجديد أعادت البنك المركزي في عدن إلى الواجهة وعنونت: المركز اليمني يعود إلى واجهة الصراع مجددا عبر نافذة الهدنة الاقتصادية. وفي التفاصيل، عاد الجدل مرة أخرى حول البنك المركزي اليمني بعد الإعلان عن مجلس انتقالي في العاصمة المؤقتة عدن يرفع مطلب انفصال جنوب البلاد، حيث تسعى السلطات الموالية للحوثيين إلى استغلال مطالب الانفصال لانتزاع قرار دولي بإعادة المقر الرئيسي للبنك وإدارة عملياته إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة. وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع مساع دولية لإعادة فرض ما سمي أو ما تسمى الهدنة الاقتصادية. مصادر حكومية أكدت للعرب الجديد أن الحكومة اليمنية تسابق الزمن لتشغيل البنك المركزي بعد 8 أشهر من نقله، وطلبت دعما سعوديا في هذا الجانب عقب مساع تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن لإعادة ما يسمى الهدنة الاقتصادية في اليمن. صحيفة الحياة ذكرت عن شهود عيان أن مجهولين فجروا أنبوبا للنفط يمر من منطقة لهية التابعة لمديرية حبان في شبوة، حيث يمتد أنبوب النفط الذي تم تفجيره عبر منطقة عياد بمديرية جردان إلى ميناء التصدير في النشمة أو النشيمة على ساحل البحر العربي، ميدانيا تحديدا في جبهة عسيلان. وقعت مواجهات عنيفة بين قوات اللواء 19 مسنوداً بالمقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. يختار موقع ارفع صوتك أحد الحالات التي أصبحت عاجزة عن توفير الدواء من الأسر اليمنية التي تعاني بصورة يومية دون أن تجد من ينظر إلى معاناتها ويعنون الموقع: أم يمنية لا تستطيع شراء العلاج لا أستطيع شراء العلاج لأطفالي. وتقول في التفاصيل:
تعيش أم عبد الله عبد الرحمن الحكيمي ظروفا معيشية صعبة من معاناة أربعة من أطفالها أمراضا أو معاناة أربعة من أطفالها أمراضا بأمراض وراثية وخلقية خطيرة. وقالت الأم التي لم تقوى على حبس دموعها بينما كانت تتحدث لموقع ارفع صوتك: لدي ست أطفال، ثلاثة منهم مصابون بمرض نزيف الدم الوراثي ولا أستطيع شراء العلاج لهم. وأضافت المرأة الأربعينية بنبرة حزينة: والدهم سائق تاكسي، كان يساعدني سابقا في رعاية الأطفال لكنه قبل أشهر تركنا وغادر لأنه يفضل موتهم على مشاهدتهم يتألمون. بماذا تتميز جامعة عن أخرى في الوطن العربي؟ سؤال لم نطرحه لأن فكرتنا عن الجامعة ما تزال مقيدة بشروط تأسيسها. هكذا يبدأ الكاتب المغربي سعيد يقطين مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي، ويقول في جزء من هذا المقال: كلما تم إنشاء جامعة جديدة يكون النموذج جامعة قديمة سابقة لها في الظهور، فتستنسخ المواد والمقررات والبرامج. وهكذا نجد جامعاتنا مهما تعددت داخل القطر العربي الواحد ليست سوى نسخة جديدة عن صورة قديمة، فلا نجد تميزا بين الجامعات وما تحويه من كليات مختلفة. إنما دفعنا إلى طرح هذا السؤال يجد مرتكزة في غياب التفكير في وضعية الجامعة والبحث الأكاديمي. فنحن لا نؤسس جامعات جديدة إلا لأننا نرى أن الجامعات القديمة لم تعد تستجيب للطلب، أو أن هناك مناطق جغرافية نائية بات يفرض اتساعها ضرورة توفرها على جامعة تستوعب الإمكانات التي باتت تعرفها بسبب التزايد العمراني، أو فقط من باب رد الاعتبار إليها والتقليص من تهميشها. كما أننا نفكر في إنشاء جامعات جديدة متى صارت إحدى الجامعات مركزاً أو بؤرة لتجمعات مزعجة، فيكون الإنشاء لتفرقة ما تجمع باعتماد المقاربة الأمنية. تتميز الجامعات الدولية التي تسهم في تطوير المعرفة وليس في تداول المعلومات بكونها مدارس متميزة لها خصوصيتها في الاختصاص الخاص الذي يطوره الباحثون الذين تجمعهم هواجس مشتركة. ولذلك نجد كبريات الاتجاهات الفكرية والتيارات التي تغني المعرفة الإنسانية وليدة جامعات تعمل من أجل الخروج عن النمطية الجامعية المعروفة. هل لنا أن نذكر مدرسة باريس أو كوبنهاغن أو تارتو في السيميائيات واللسانيات؟ إن مختلف هذه المدارس وليدة جامعة معينة، وقد يسهم فيها باحثون من جامعات أخرى، وبذلك يمكننا القول إن التميز الذي تعرفه جامعة ما لكي تتحول إلى منارة ذات إشعاع عالمي هو وليد الخروج من الجامعة بمعناها التقليدي. ولا يمكن لجامعة ما أن ترقى إلى هذا المستوى إلا بانطلاقها من تأسيس تقاليد جديدة في البحث والاشتغال، وباحتوائها على رجالات همهم الأساس هو تطوير المعرفة والبحث. أكثر الأخبار تصدراً للصحف العربية دارت حول اختراق وكالة الأنباء القطرية ونشر تصريحات مزعومة لأمير البلاد، وتقول صحيفة القدس العربي في التفاصيل: نفت قطر تصريحات مزعومة على لسان أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأعلنت اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية ونشر الأخبار المزعومة عليه. وعبد الرحمن بن حمد الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام قال إن موقع وكالة قنا مخترق، وأن ما تم تداوله زعما أنه صادر عن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الليلة غير صحيح. وصرح الشيخ سيف بن حمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي بأن موقع وكالة الأنباء القطرية تم اختراقه من قبل جهة غير معروفة إلى الآن، وإدلاء تصريح مغلوط لحضرة صاحب السمو بعد حضور سموه لتخرج الدفعة الثامنة للخدمة الوطنية. وأضاف أن ما تم نشره ليس له أي أساس من الصحة، والجهات المختصة بدولة قطر ستباشر التحقيق في هذا الأمر لبيان ومحاسبة كل من قام بهذا الفعل المشين. مخترقو موقع وكالة الأنباء القطرية نشروا تصريحا للشيخ تميم هدف إلى توتير العلاقات مع دول الخليج والدول العربية، إلى جانب توتير العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر بث تصريحات ومواقع مزعومة. إلى أحد الأخبار التي وردت في موقع هاف بوست عربي والذي عنوان:
قراصنة صوماليون يختطفون سفينة صيد إيرانية لاستخدامها في مهمات أكبر. قال رئيس بلدية بلدة صومالية إن قراصنة صوماليين خطفوا سفينة صيد إيرانية يوم الثلاثاء لاستخدامها قاعدة لمهاجمة سفن أكبر وأهم. وقال علي شاير رئيس بلدية هابو في إقليم بلاد بنط الشمالي الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي إنها أسرت مجموعة من القراصنة الصوماليين الخاطفين لسفينة صيد إيرانية وتستخدمها قاعدة بهدف خطف سفن أخرى. أما الآن مع مجموعة من الصور الحائزة على المراكز الأولى في مهرجان سينا بإيطاليا للتصوير، هي ما سنستعرضه لكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. وتقام المسابقة بصورة دورية ويشارك فيها أكثر من 100 بلد من جميع أنحاء العالم، هي الهند والصين وبنغلاديش وتركيا وكوبا ومينمار والبحرين ومكة. نتابع الصور. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. دمتم بخير.